الله وتوفيقه، والذي ينطلق في هذه اللحظات لتنطلق الآمال والتحديات. يسير هذا الشوط ونسير مباشرة إلى المركز الأول، إلى الصدارة والمقدمة. هناك حبيب على المركز الأول بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس رينيبي من يتقدم بالمركز الأول، بينما المركز الثاني هياض يأتي على ثاني المراكز في هذه اللحظات لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الثالث هناك الوصول والتحدي الجميل على ثالث المراكز مشكور لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخييلي، بينما المركز الرابع هناك الوصول الجميل، هناك التحدي المثير على رابع المراكز بانطلاقة شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي الذي يأتي على المركز الرابع في هذه اللحظات. أما خامس المراكز فهناك عالي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان بقيادة الصادق بدر الأمين على المركز الخامس، بينما المركز السادس الوصول من شاهين لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز السادس. سابع المراكز يأتي شاهين لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري، بينما المركز الثامن ثامن المراكز هناك الواصل يتقدم بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المتقدم في هذه اللحظات، الواصل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وخالد بن مر بن حلوه الذي ياتي على المركز الثامن، بينما المركز التاسع تاسع المراكز شاهين لهجن الرئاسه مع المضمر راشد بن محمد السم المنصوري. العوده الى المقدمه، العوده الى الصداره، الى المركز الاول، إلى التحدي المثير والانطلاق الجميل الذي يأتي على المركز الأول في هذه اللحظات الجميلة. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء مع حبيب اللي بالمركز الأول اللي بالصدارة اللي بالمقدمة يأتي مع المركز الأول بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس أليني بمن يتقدم برفقة هذا الشعار ويأتي به على المركز الأول الأول والصدارة، ولكن المركز الثاني هناك الانطلاق الجميل مع مشكور لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيري البارع يأتي بالمركز الثاني ويتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث هناك شاهين لهجن الرئاسة وراشد بن محمد السم المنصوري، بينما المركز الرابع حياض يأتينا على رابع المراكز لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي من ياتي بالمركز الرابع، بينما المركز الخامس الواصل لسمو الشيخ حمدان. هناك المنطلق بهذا الأداء الواصل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخالد بلمر بن حلوة ياتينا على المركز الخامس، بينما المركز السادس سادس المراكز في هذا الانطلاق شاهين لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، إلى الأداء الجميل، إلى التحدي المثير في هذا الصباحية المميزة وهذا الجو الضبابي، ولكن العودة مع المركز الأول إلى الانطلاق مع حبيب الذي عانق المركز الأول، انطلق مع الصدارة مع الكادر العلوي ليأتي بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة محفوظ بن خميس آلي نيبي الذي يتقدم بهذا الشعار العناوي ليأتي بالمركز الأول، لياتي بالتحدي والانطلاق المدير، ولكن المركز الثاني مشكور لحقن الرئاسة والمضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي حياض ياتي ثالثا لحقن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الرابع فهناك شاهين لحقن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري، والمركز الخامس فهناك الانطلاق الجميل من شاهين
لهجن الرئاسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن العودة إلى المركز الأول، ما هناك الانطلاق الجميل وحبيب اللي بالصدارة، حبيب اللي منطلق بالمركز الأول، منطلق بالتحدي الجميل بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي، الذي يتقدم هناك بالانطلاق الجميل الذي يأتي بصدارة هذا الشوت، ومع المنعطف الأخير، مع الكيلو الأخير الذي دخلنا في أجواء في هذه اللحظات، ولا زال حبيب مسيطر بالمركز الأول، منطلق بالصدارة، منطلق بالمركز الأول هناك بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان بقيادة محفوظ بن خميس الينيبي، ولكن بدأ الهجوم، بدأت الأسماء بالتدخل في هذه اللحظات، وانطلق هناك مشكور لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد الخيلي، ولكن بدأ الشاهين لهجن الرئاسة هناك بانطلاقة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن المركز الثالث ايضا شاهين لهجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري، ولكن حبيب اللي بالصدارة، اللي بالمقدمة، اللي بالاداء الجميل والانطلاق المثير بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة محفوظ بن خميس الينيبي، التحدي الاخير، المركز الثاني، هناك شاهين لهجن الرئاسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي اللي بالمركز الثاني، ولكن حبيب عانق المركز الأول، وانطلق تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والثانية إلى المضمر محفوظ بن خميس آل نيبي المركز الثاني، هناك شاهين لهجن الرئاسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثالث، شاهين لهجن الرئاسة مع راشد بن محمد السم المنصوري المركز الرابع، مشكور لهجن الرئاسة، وخامسا يأتي شاهين لهجن الرئاسة الواصل بالمركز الخامس. إذا تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والتهنية إلى المضمر محفوظ بن خميس آل نيبي الذي انطلق بالمركز الأول مع انطلاقة حبيب الذي عانق المركز الأول في كل لحظة واشتياق ليسجل هذا الانطلاق الجميل وهذا الفوز والانتصار للشعار العناوي. إذن التوقيت الزمني 8:04 من الثانية، تهانينا والناموس المالك حبيب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وبقيادة المضمر محفوظ بن خميس آل نيبي، بينما المركز الثاني وصل هناك شاهين لهجن الرئاسة. التوقيت الزمني 8:08 من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنية إلى محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثالث وصل هناك شاهين لهجن الرئاسة، 8:03:06 من الثانية، تهانينا والناموس إلى المضمر المستحيل راشد بن محمد بن سالم المنصوري.